السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وصفه جديده مع خديجه الاندلسي. وصفه اليوم وصفه سهله وبسيطه والوليدات صغار تيحماقوا عليها، وزوينه ايضا اننا نزينوا بها الطاوله ديالنا في هذا الشهر الفضيل. واش غادي نقول لكم؟ ما غاديش نطول عليكم، غندوزوا المقادير وطريقه التحضير. الوصفه اللي تنهضر لكم عليها هي وصفه لي مافن وشوكولا. انا غادي نعطيكم المقادير. عندي هنايا شوكولا مقطعه، شوكولا ولي مقطعه يعني واحد تقريبا واحد 60 70 غرام، ماشي بزاف. تقدروا تاخذوا لي كاري شوكولا، هذوك الحبيبات يكونوا زوينين، انا ما متوفرينش عندي. خديت طابله ديال شوكولا قطعت منها. عندي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق اللي خلطتهم مع واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو بودره، كاكاو بدون سكر يعني. هذه يعني انا بغيت تعطيني اللون، تقدروا تستغناو عليها. انا ما بغيت، لما كانش عندكم كاكاو بودره تقدروا ديروا الدقيق فقط، ماشي مشكل. عندي هنايا خليط ما بين يوغورت وحليب، عندي نص يوغورت طبيعي بدون سكر ونص الاخر حليب، كاس الزيت، كاس سنينه، شويه ديال الملحه، جوج بيضات، خماره وحده، وعندي هنايا وحده ديال الفان. ودابا غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه تنبدا بها هي البيض، الملح، كاس السنيده، صافي غادي نبدا نخدمهم. صافي خلطناهم، غادي نزيد الزيت، الحليب مع اليوغورت. تيبان لكم شفتوا ان فيه يوغورت ثقيل من التحت، واحد المعلقه نحط هذا الشيء. دابا السكر الفاني، وغادي نبدا نزيد الدقيق. غادي نزيد الدقيق كامل، هو الخميره، لان هاد العجين ما غاديش يكون خفيف. لي مافن ما كيبغوش العجين خفيف بحال ديال الكيك، كيبغوا يكونوا ثقال شويه باش يطلعوا مزيان وباش الشوكولات ما يهبطش فيهم لتحت. دابا غنبدا نخلطها بشويه، نخلطها مزيان عاد باش نضيف الشوكولا حبيبي. ودابا غنضيف ليه قطعة ديال الشوكولا ولا الشوكولا حبيبات. ما غاديش نديروه في لي كيسات دابا، انا ما عنديش لي كيسات، انا صوبت دي كيسات بوحدي، غادي نوريهم لكم. هانتوما العجين ديالو كيجي ثقيل، غادي نخليوه يرتاح واحد نص ساعه عاد باش نتلاقاو باش نديروه في لي كيسات. كما كتشوفوا معايا انا ما عنديش دي كيسات اللي مشريين، خديت غير الورق ديال الفرن وخديت واحد الكاس يعني بالقياس ديال الطاوه هذه اللي عندي، الحجم ديال هاد البلاصه الصغيره هنا. شديتو كان هكا، شديتو حطيتو بحال هكا، عرفتش كيبان لكم؟ صافي. وبديت بديت كنقادو على هاد الشكل، على هاد الشكل كنثني هاد الاطراف بحال هكا، كنشدو كنثني هاد الاطراف هكا صافي، وحطيتو بهذا الشكل فقط. دي باني تراسي وصافي. دابا راه العجين مرتاح نص ساعه، دابا عادي غادي نبدا نحطو باش ندخلو الفران. انا شعلت الفران من الفوق ومن التحت على واحد درجه حراره يعني ما كتفوتش 180 درجه.
تقدروا تزينوه بشي حاجه الا بغيتوا. انا غندير جهد ديال واحد المعلقه كبيره كما قلت لكم. العجين ديالو ما كيكونش خفيف. صافي غادي نستمر في الوضع ديالو. نستمر لهادشي بالشكل حتى نكمل داكشي كامل اللي عندي. شفتو انا درتو عمرت لي الطاوه كامله وباقي عندي شويه العجين، يعني غادي نصاوب دي كيسيت عاوتاني من جديد باش مني خرج هاد الطاوه، حيتاش عندي غير طاوه وحده ديال المافن ما عنديش بزاف ديال 12 حبه. صافي غندخل هادي طيب وغادي نصاوب دي كيسيت جديد. هذه هي الطاوه الاولى من بعد ما خرجتها من الفران. شفتيهم كيفاش كيجيو عاديين تيتنفخوا وتيتشققوا، وهذوك دي كيسيت جداد اللي عاودت صوت باش ندخلهم بالفران حتى هما تياخذوش الوقت بزاف. الطياب 12 دقيقه بالضبط اللي خداو معايا. كتشوفوا معايا لي مافن وشوكولا من بعد ما خرجتهم من الفران كيفاش كيبانوا ليكم. يعني هذه غير معلقه كبيره وحده في كل كيسيت، انا ما استعملتش كيسيت، يعني هذاك ورق الفرن اللي استعملت. يعني فكره الا ما كانش عندكم لي كيسيت استعملوا ورق الفرن فقط، يعني وحتى هو اقتصادي وكيعطي نفس النتيجه ماشي مشكل. كنتمنى انا وصلت اليوم تعجبكم وتجربوها، تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم وشاركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. واش غادي نقول لكم؟ الصحه والراحه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.